بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بك سيدتي في هذا اللقاء الجديد، نواصل الحديث به عن البشرة وأسرار جمال البشرة ووصفات البشرة. كيف نبني هذه الوصفة انطلاقا من أسباب المشكلة وليس أنها مجرد وصفة هنا أو هناك؟ وإن شاء الله ستجدين كل هذه الحلقات الخاصة بالبشرة في قائمة تشغيل واحدة حتى يسهل التعامل معها. اليوم نخص بالذكر الشيخوخة وقصة التجاعيد وقصة تقدم العمر، مع العلم أنه للأسف أصبحنا نشاهد أعمار شابة في العشرينات وأوائل الثلاثينات، ولكن للأسف الشديد وكأنهن في الأربعين أو الخمسين من العمر. فما بالنا أن نرى سيدة في الخمسين أو الستين أو السبعين من العمر؟ لا أخفيكم سراً، قد نرى سيدة في الستينات من العمر يفوق جمالها جمال ابنتها. لماذا؟ من الوصفات هنا وهناك، من إضافة الأشياء الخاطئة، من سكر بني على ليمون على أشياء، يعني سبحان الله لا أدري كيف خطر على بالهم أن يضيفوا هيك أشياء، وطبعا النتيجة التدهور المستمر. مساحيق، ما يسمى بمساحيق التجميل، التي أدت إلى العكس تماما، كل هذا لعب دور. وإذا أضفنا أن الصبايا اليوم للأسف الشديد بنيتهم التغذوية سيئة، اختيارهم للأصناف الغذائية أسوأ، عايشين على الأندومة والسكاكر المختلفة والوجبات السريعة والمرتدلة، بينما أمهاتنا وأجدادنا عاشوا على الأوراق الخضراء والغذاء من الأرض والغذاء العضوي الذي نتمناه ونعمل له مشاريع اليوم. إذن هناك فرق واضح، ولكن كبار السن يتعرضون لمشاكل البشرة، وهذا أمر طبيعي. هناك نقص من المعادن والفيتامينات والبروتين والفيتامين سي، طبعا من ضمن الفيتامينات، ونقص في الكولاجين ونقص في مغذيات عديدة. وإذا كانت تعاني من مرض ما فقد تكون للأدوية أيضا دور كبير فيما وصلت إليه. كيف لنا أن نقدم لهذه السيدة النصائح، وما هي الوصفة الرائعة لها؟ خاصة وأن اليوم كما ترون في الأسواق قصة الأنتي إيجينج، اللي هو يعني زي يعني لمقاومة الأعمار، ولا أدري كيف نترجمها، تمام، يعني هي الأكثر مبيعا، وللأسف استهلاكها كما ذكرت للصبايا أكثر من كبار السن. أولا عودة النظام التغذوي وعودة السوائل للجسم، هذا أولا. مش بدنا نستفيد من الوصفة، في لها مقومات، بدون هذه المقومات ما تقولي لي انه وصفتك مش كويسة يا دكتور، فلازم هذه المقومات تكون جاهزة. المقومات سهلة، عودة النظام معناته بدي ابتعد عن المصائب المدمرات الانسانية، مثلث برمودا تبعنا كلكم هلأ عارفينه، السكر الأبيض والطحين الأبيض والزيوت المهدرجة،
المدمرات الإنسانية، الشيبسيات والمرتديلا والأندومي وما شابه، والمشروبات الغازية، والانتقال إلى الماء المعدني، الانتقال إلى الشوربات، الانتقال إلى الأسماك، الانتقال إلى الأفوكادو، الانتقال كل هذه الأشياء، الخضروات والفاكهة الغنية بكل ما يلزمك في موسمه. لذلك نقول فاكهة الموسم، مشروب الموسم. ما هي وصفتنا لهذا اليوم؟ انتبهوا جيدا لهذه الوصفة. أولا المقادير: العدس الأحمر، في بعض الدول يقول عنه العدس المجروش، لونه أحمر صغير، ونطحن ما يعادل من ملعقتين كبيرتين. رقم 2 الكركم، ملعقة صغيرة. زيت الزيتون، ملعقة كبيرة. لبن الزبادي، ونفضل لبن الأكتيفيا، ملعقتين كبار. يتم خلط المقادير هذه جيدا مع بعضهم البعض، طبعا بالمكسر اليدوي، وتأخذ وقتها 10 دقائق مثلا، 7 دقائق، حتى يصبح يعني قوام متماسك. ونعمل زي قناع لا إيش لا البشرة. ممكن أن نضيف العسل حتى يكون هذا القناع أكثر متانة، وممكن أن نكتفي بهذه الوصفة، كل حسب إيش، حسب رغبته. يعني بمعنى إذا كانت البشرة تعبانة خالص وتحتاج إلى مغذيات أكبر، بالطبع نضيف العسل هنا لأنه يعتبر من المغذيات المتكاملة جدا. لماذا العدس الأحمر؟ العدس طبعا الأحمر هو بروتين نباتي، وهذا من البروتينات الرائعة جدا، ويمنح البشرة يعني التكاملية في ما تحتاجه من عناصر كاملة. الكركم يأتي متناغما مع العدس بشكل كبير جدا، ويرمم مضاد أكسدة، يرمم الخلايا والأنسجة في التهتك اللي صار لهذه البشرة. ويأتي زيت الزيتون لكي يكون طبقة ملساء غني بالزيوت الغير مشبعة والمتعددة، ومضاد التهابات قوي جدا، وغني بالفيتامين ها، الفيتامين اي، وكل يعني فوائد زيت الزيتون التي لا تعد ولا تحصى، تأتي متناغمة مع هذا الكركم والعدس. وختام هذه الوصفة يأتي بتزويد البشرة بإيش؟ بالبكتيريا الطبيعية. عشان هيك بدنا اللبن يكون متوفر، وكما أقول دوما يا حبذا أن يكون لبن الأكتيفيا، لأنه هو الأغنى في البكتيريا الطبيعية. هنا بكون قد حققت فعليا لهذه السيدة في عمر متقدم كل ما يلزمها من عناصر فقدتها عبر مين؟ عبر الزمن. ويكون إن شاء الله استخدامها لهذه الوصفة في البداية لمدة 20 يوم بشكل متواصل، وما بعد ذلك بالإمكان استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لدوام إيش؟ الحيوية ونضارة البشرة كما يجب. ودوما لك سيدتي نتمنى دوام الصحة والعافية والجمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.